امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تعقروا امرأة، لا زي فاهم علي. الدين ما بحث على التشويه والتمكين وال يعني حسب ما العمل اللي صار وانت ما شفت، ايش الفرق بين هذا العمل لبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التمكين بحكي. حسب الاسلام هيك تفوت وتقتل ناس ويقتلوا اطفال و... لا مش من الاسلام قتل اطفال. شو ليش؟ شو الاسلام؟ دين الاسلام يقبل هيك؟ ابدا. قلت لك انا لا تقطع شجره. يعني يحيى في اسمين في العالم عملوا اللي انتوا عملتوه. داعش حماس. مسموح انك تقتل مره هيك؟ ايش القتل هذا؟ شو اسمه؟ مضحوك علينا احنا. مغرر فينا ومضحوك علينا منه. من مين مضحوك علينا؟ من عين حماس. شو هم قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. يعني هيك بتفكر انت؟ اه هيك بفكر. يعني هم اللي في قطر ولا في تركيا وبيحكي باسم الاقصى والمسلمين وقاعد غادر بعتنا هنا. مين هذا؟